في الفيديو ده هنكمل مع بعض أساليب بيع أفضل بائع في العالم بعد الانترو ده على طول. تابعوني. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل مع بعض نصايح وأساليب بيع جو جيرارد. جو جيرارد الرجل اللي يعتبر أفضل بائع في العالم اللي هو دخل مصر جينيس من حيث المبيعات. قبل ما نخش بقى في الموضوع ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ويا ريت لو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله في القناة. احد الاساليب اللي كان بيستخدمها جو جيرارد هي قاعدة ال 250. جو جيرارد اكتشف ان في اي عزاء او في اي فرح بيتم طباعة 250 دعوة وبيتم تجهيز 250 كرسي. اي فرح راحه كان بيلاقي حوالي 250 كرسي و 250 دعوة، وكذلك في حالات العزاء. فاستنتج من هنا ان اقصى معارف اي شخص يقدر يوصل لها هي 250 شخص، فبالتالي هو بيبقى قاصد يروح قاعات الافراح. طبعا ده اللي هو مدعو فيها، يعني مش هيروح كده ودماغه في اي فرح يروح راشق فيه وخلاص. كان بيجتهد ان هو في اي عزاء بيجتهد ان يكون متواجد في العزاء ده عشان يبتدي يتعرف على ناس اكتر ويبتدي يزود شبكة المعارف بتاعته. لان احنا يعني في بعض الاوقات او بنسبه كبيره المبيعات بتاعتنا بتتحقق عن طريق العلاقات او شبكه العلاقات اللي انت بتبقى بانيها مع العملاء بتوعك. الاسلوب اللي بعد كده اللي معانا هو الكروت الشخصيه. كان جو جيرارد لازم، يعني لو الشركه مش طابعه له هو كروت، لازم هو يكون طابع لنفسه كروت شخصيه. بيتعامل مع اي شخص بيبتدي يديله الكارت الشخصي ويعرفه، لو انت محتاج اي حاجه في مكان العربيات تقدر ترجع لي وتكلمني، هتلاقي رقم موجود في الكارت ده. كان بيبقى قاصد يروح في المطوشه يروح يتفرج عليها ويقعد في المدرجات ويعمل علاقات مع الناس اللي قاعده تتفرج على الماتش، ويبتدي يديهم الكروت الشخصيه بتاعته ويبتدي يقول لهم لو انتم محتاجين اي استفسار في مجال العربيات فانتم ممكن ترجعوا لي. طبعا انا من وجهه نظري حته او فكره الكروت الشخصيه دي من الحاجات المهمه جدا. لازم العميل يكون معاه رقم ليك بحيث لو احتاج اي حاجه عايز يستفسر عن اي حاجه يبتدي يرجع لك انت، لان احنا قلنا في الاول في الاخر نسبه كبيره من عمليات البيع بتاعتك هتتم عن طريق العلاقات او شبكه العلاقات اللي انت بتبقى بنيها. الاسلوب اللي بعد كده هو البريد. ده يعني من الاساليب الجميله جدا اللي انا بحبها شخصيا. يعني جو جيرارد كان يعني بيحاول بقدر الامكان يعرف تاريخ الميلاد بتاع الشخص اللي بيبيع له. المناسبات السعيده بيحاول يعرفها بقدر الامكان الخاصه بالشخص ده، ويبتدي يبعت له عن طريق شركات الشحن هدايا. يعني يوم عيد ميلاده مثلا فيبتدي يبعت له هديه. طبعا الهديه دي بتتبعت له وبيبقى محطوط كده جوه الهديه برضو كتالوج خاص بالمنتجات اللي بيبيعها جو جيرارد. اللقطه دي حلوه. حلوه في ايه؟ حلوه ان هو هيبني علاقه قوية جدا مع العميل ده، فبالتالي العميل ده لو لقى أي حد من أصدقائه محتاج أي عربية هيبتدي يوجهه لجو جيرارد عشان يروح ويشتري منه. زائد إن هو شخصيا أي حاجة هو هيحتاجها، عايز يغير عربية، عايز أي حاجة والحاجة دي موجودة عند جو جيرارد هيبتدي يروح ويشتريها منه. الأسلوب اللي بعد كده برضه أسلوب جميل جدا. جو جيرارد عشان كان شغال في مجال السيارات فكان بيجتهد ان هو يتعرف على الميكانيكي. ميكانيكي ليه؟ لان هو كان شايف ان الميكانيكي اكتر واحد ممكن يوصل العملاء ليه. يعني على سبيل المثال الميكانيكي ده دخل عليه شخص مع عربيه، العربيه مستهلكه شويه كل شويه بيقعد يصلحها، الميكانيكي بيبتدي يقنعه ان هو يشتري عربيه، واول ما العميل ما بيقتنع بيبتدي يوجهه لجو جيرارد. طبعا الكلام ده مش ببلاش، كان بياخد عموله من جو جيرارد مقابل ان هو جاب له عميل. الاسلوب اللي بعد كده كان بيعمل علاقات قويه مع موظفين في البنوك، وكان بيحاول يخلي الموظف اللي في البنك ده وسيط ليه، بياخد عموله مقابل ان هو يجيب له عملاء. يعني على سبيل المثال موظف البنك لو دخل عليه شخص عايز كارد عشان يشتري عربيه فبيبتدي يكلم جو جيرارد وبيحاول يوجه العميل ده على جو جيرارد عشان يروح ويشتري منه العربيه دي، وطبعا في الاخر كان بياخد العموله بتاعته. طيب تعالوا دلوقتي بقى نخش في مجموعه نصايح جو جيرارد بيديها. اول نصيحه معانا البيع زيه زي زرع وحصاد. هتعامل او هتخلي العملاء خارجين من عندك راضين، العملاء دول هيجيبوا لك عملاء جداد. يعني لو انت اتعاملت مع عميل فتوقع ان العميل ده لو خرج راضي من عندك هيخرج هينشر وهيقول ان الراجل ده
10 على 10، فهيبتدي اصدقائه وقرايبه يبتدوا لما يقعدوا يشتروا اي منتج من المنتجات اللي انت بتبيعها هيرجعوا لك انت. النصيحة التانية، اهم عوامل الشراء هي ارتياح العميل ليك وثقته فيك. اي عميل انت بتيجي تحاول انك تقنعه عشان يشتري المنتج بتاعك، هو بيخاف، هو بيحس ان انت بياع وانت جاي عايز تحقق التارجت بتاعك وعايز تلبسني في منتج وخلاص، والمنتج ده احتمال كبير يكون فيه عيوب، خايف منك، ودي حاجة طبيعية يعني. فلازم او لازم تحاول بقدر الامكان انك تخلي العميل يرتاح ليك ويثق فيك. النصيحة التالتة، العميل لو ما اشتراش حاول تعرف سبب ان هو ما اشتراش منك ايه، لان الكلام اللي هيقوله لك هيفيدك في اي عملية بيع تانية قدام. النصيحة الرابعة، البيع بيعتمد على اقتناس المعلومات. تاخد معلومة عن العميل اللي قدامك، تقدر تستغل المعلومة دي، هتقدر في الاخر تقنع العميل ده بالمنتج اللي معاك. يعني على سبيل المثال انك تعرف ايه الحافز اللي هيخلي العميل يشتري منك المنتج ده وتبتدي تلعب عليه الحافز ده، لو انت عرفت يبقى دي معلومة انت حصلت عليها عن العميل اللي قاعد قدامك. النصيحة اللي بعد كده، البياع بيبان اذا كان شاطر ولا لا بعد البيعة الثالثة، لان جو جيرارد بيبقى شايف ان في اول 3 مبيعات ليك بيعتمدوا من الدرجة الاولى على القرايب، بعد كده تعتمد على اجتهادك الشخصي. النصيحة اللي بعد كده معانا، طالما دخل عميل عليك عشان يستفسر او يسأل عن اي حاجة، فده معناه طبعا ان هو عايز يشتري، ساعتها انت المفروض تنتهز الفرصة دي وتحاول تقنع العميل ده ان هو يشتري منك انت. النصيحة الاخيرة اللي معانا، لازم تعرف العميل عايز يسمع ايه وتقوله له، لان الحاجة اللي هيبقى عايز يسمعها العميل هي دي اللي هتقنعه ان هو يشتري المنتج منك. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو ده، واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.